هنعمل النهارده شوربه خضار لطيفه جدا جدا جدا، شوربه خضار عاديه تقليديه بتاعتنا، بس التحميصه اللي هنحمصها لها وشويه الكرفس اللي هنحطهم بيفرقوا جامد قوي في الطعم في الاخر. عندنا هنا فراخ، لا مش فراخ، شوربه فراخ، وممكن طبعا تستخدموا فراخ متنسره تكون متبقيه عندكم، او لحمه تكون مسلوقه، مفيش مشكله خالص. وبعدين عندنا بطاطس مكعبات صغيرة، عندنا بسلة وجزر مسلوقين، كوسة مكعبات صغيرة، بصل أحمر شرايح، عندنا شعرية، زيت، ملح وفلفل، خرشوف شرايح، فاصوليا خضراء مسلوقة، حبهان ومستكة، وكرفس مفروم مع الورق بتاعه، يعني العيدان والورق مع بعض. ناخد بقى بسم الله معلقه الزيت ونحمص فيهم الشعريه يا ملك، او خلينا هنا للخضار وخليني اعمل الشعريه لوحدها على نار تانيه يا ملك. يبقى هنا في معلقه زيت معاها الشعريه، والناحيه التانيه في الحله في معلقه زيت برضو، هنزل فيها ايه بقى؟ هنزل فيها المستكه، الحبهان، البصل. طبعا التشويحات هنا تشويحات سريعة جدا جدا، مجرد ان انا عايزة اخد نكهة مش عايزة اخد لون. اقلب البصل مع الزيت والمستكة والحبهان، انزل عليهم بالملح، الفلفل الاسود، واقلب. اول ما يبتدي يطرى او منزله البطاطس، البسبوسه معاكم على الشاشه، شكرا جزيلا، والكرفس، نعم يا حراء برضو. بصوا تشويحات سريعه سريعه، ونزل بقى الفاصوليا والبسله والجزر والشوربه يا ليلى. نزل ونقلب الشوربه، شوحت لها شعرية ونزلتها عليها وسايباهم وهم بيغلوا مع بعض، وخلاص هي أصلا استوت، هنقدمها حالا.